السادسة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. احتجاجا على التدخل الأمريكي في بلاده، الرئيس الفنزويلي يعلن إغلاق السفارة الفنزويلية في واشنطن، والولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة كاراكاس. روسيا تستضيف حوارا فلسطينيا شاملا بحضور جميع الفصائل الشهر المقبل. شهيد وعشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين باعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة في جمعة، جريمة الحصار مؤامرة لن تمر. مواجهات بين الشرطة السودانية ومتظاهرين ضد الحكومة، والصادق المهدي يطالب البشير بالتنحي. ومع إطلاقه يوم الشباب العالمي، البابا فرانسيس يدعو إلى بناء الجسور بدلا من الجدران. أهلا بكم. تواصل كاراكاس مواجهة إعلان رئيس البرلمان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن قرار بلاده إغلاق السفارة الفنزويلية وجميع ممثلياتها في الولايات المتحدة. في المقابل دعت واشنطن رعاياها إلى مغادرة كاراكاس. التقرير لمريم عثمان. يمضي مادورو في تحديه للضغوطات الأمريكية على بلاده، يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن بعد إغلاق سفارته في الولايات المتحدة. لم يعد خافيا وقوف أياد خارجية وراء محاولة الانقلاب في فنزويلا، وهذا ما أكده الرئيس الفنزويلي بشكل مباشر. لا يوجد شك في العالم أن دونالد ترامب يريد انقلابا في فنزويلا ضد الشعب والديمقراطية، ولا شك أن ترامب بكل جنونه يعتقد أنه هو شرطي على العالم وأنه زعيم أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. لم تغب روسيا عن كلمات مادورو، فالرئيس الفنزويلي كان واضحا في تأكيده الشراكة المتينة بين موسكو وكاراكاس، معلنا تلقيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعما لحكومته الشعبية ورفضا للتدخلات الأمريكية في بلاده. فشل واضح في محاولة الانقلاب الذي عملت دول غربية على صياغته ضد حكومة مادورو، فالأخير يحظى بدعم كامل من قبل غالبية الشعب الذي أعاد انتخابه رئيسا للبلاد ومن الجيش والقوات الأمنية الفنزويلية. وقد أعلن عن هذا الدعم صراحة وزير الدفاع الفنزويلي، متهما واشنطن بشن حرب اقتصادية على البلاد. أحذر شعب فنزويلا بأنه يجري تنفيذ انقلاب ضد المؤسسات، ضد ديمقراطيتنا، ضد دستورنا، ضد رئيسنا الشرعي. وفي سياق الحرب الاقتصادية التي لوح بها وزير الدفاع والتي حذر منها مادورو مرارا، تظهر جليا محاولات واشنطن محاصرة حكومة مادورو اقتصاديا لسنوات، في ظل بحثها بحسب مسؤول أمريكي عن سبل لقطع عوائد النفط الفنزويلي عن إدارة مادورو، وتركيزها بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون على قطع الإيرادات المالية عن مادورو وحكومته. وللمزيد ينضم إلينا من مارغريتا الكاتب والناشط السياسي سيد يوسف زغبور. أهلا وسهلا بك معنا سيد يوسف. يعني اليوم التحدي الاقتصادي سيد يوسف هو بيضة القبان إذا استطعنا القول، المزيد من الخطوات من قبل فنزويلا تواجه بالمزيد أيضا من التصعيد من قبل واشنطن. إلى أين تتجه الأمور في هذا المنحى تحديدا؟ اهلا وسهلا اختي الكريمه. اللي صار في فنزويلا كان متوقعا ان يحصل. من اي ناحيه؟ شنوا حربا اقتصاديه منذ سنوات كان نتيجتها افقار وتجويع الناس، فخلقوا حاله تذمر عامه، وهي الشيء شكل ارض خصبه لقيام هوان غويدو بتنصيب نفسه رئيسا رديفا للرئيس مادورو. بعد ان تلقى الضوء الاخضر من الولايات المتحده عن طريق نائب الرئيس الامريكي الذي دعاه قبل يوم من تنصيبه ان يقوم بذلك، متعهدا له بتلقيه الدعم الكامل. وفعلا هذا ما حصل، اذ ان مجرد ان نصب نفسه
اعترف فيه به كالرئيس ترامب وضغط على منظمة الدول الأمريكية كي يحذو حذوه، فقامت 16 دولة من أصل 34 دولة أعضاء فيها من الاعتراف بغوايدو. اللي بيدعو للطمأنينة أختي الكريمة إنه القوات المسلحة بكافة فصائلها أعربت عن مساندتها المطلقة للرئيس مادورو، والطبقة الفقيرة التي تشكل 30% من السكان الفنزويليين تساند الرئيس مادورو أيضا. طيب اليوم في تخوف أمام هذا الواقع الاقتصادي اللي حضرتك عم تتحدث عنه، اليوم في تخوف من تسليم العائدات النفطية لغوايدو، وهذا سيكون يعني له تداعيات كثيرة وكبيرة. ماذا عن التحركات اليوم لمواجهة أي سيناريو مقبل من قبل واشنطن على صعيد خطورته؟ يعني يبدو واشنطن أنه تحديدا إدارة ترامب مستمرة في التصعيد. أنا دائما قلت أنه الوضع بفنزويلا شبيه جدا بالوضع اللي كنا فيه بسوريا، نفس المؤامرة بطريقة مختلفة. بسوريا بعثوا لنا إرهابيين وبعثوا لنا عملوا شنوا علينا حرب عسكرية من قبل أكثر من 100 دولة. في فنزويلا أنا برأيي بده يصير نفس الحالة من الانقسام الدولي، قسم مدعوم من أمريكا أكيد رح يدعموه لغويدو ورح يلعبوا اللعبة الخطيرة اللي ممكن تؤدي إلى تدخل عسكري أمريكي. من أي نقاط ضعف ممكن أن يدخلوا؟ يعني بسوريا نجح إلى حد ما المخطط في البداية، اليوم يعني من أي نقاط ضعف ممكن أن يدخلوا إلى فنزويلا؟ إلى أي مدى ستصمد هذه المؤسسة العسكرية أو حتى المحكمة الدستورية؟ يعني في بالنهاية نقاط ضعف ممكن تدخل منها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم رأينا بعض الاتفاقات بين فنزويلا وروسيا على الصعيد العسكري، لماذا لم نرى شيء بعد على الصعيد الاقتصادي الذي يفترض أنه هذه الدول وما تقوم به باتفاقيات اقتصادية مع فنزويلا أنه تكون الواجهة الأساسية لمواجهة المخططات الأمريكية؟ صحيح، أنا كنت رأي طمنك أنه على النظام الداخل على الصعيد الداخلي الوضع شبه ممسوك جدا، متين جدا، لأنه القوات المسلحة أعلنت بكافة فصائلها عن دعم الرئيس مادورو. امبارح كل فصائل القوات المسلحة أعلنوا تأييدا للرئيس مادورو كالرئيس الشرعي الوحيد للبلد، وعلى مستوى الجماهير الناس الفقيرة المعدمة تلقت خلال 18 سنة من حكم الرئيس تشافي والرئيس مادورو تلقوا كل الدعم الكامل، من عن طريق اعطائهم بيوت، اعطائهم توفير للمستشفيات، جامعات، مراكز تعليم، مراكز رياضة. تم اهتمام كامل بشكل انه انفقوا على الدعم الاجتماعي 800,000 مليون دولار. فالوضع الداخلي انا بشوفه متين. اللي بيخوف مثل ما حضرتك انت ذكرتي من في ثغرات على الحدود الفنزويليه، لانه بكل اسف تم تغير بالوضع الجيوسياسي بدول امريكا اللاتينيه، بشكل انه البرازيل مثل ما بتعرفي كان فيها حكومه مسانده لفنزويلا، هلا اجى واحد فاشي هذا يميني متطرف يكره كل ما هو شعب وتطور وتقدم، يعني مربوط تماما بالسياسه الامريكيه. وفي كولومبيا كمان المساهمه لفنزويلا كمان في 7 قواعد امريكيه. هلا اللي بيخوف مثل ما فضلتي انت وقلتي الوضع الاقتصادي السيء عن طريق الحرب الاقتصادية اللي شنوها على فنزويلا لتجويع الشعب وافكار الشعب، هي تكون عامل ضعف
عند الشعب الفنزويلي وعند الحكومة الفنزويلية حتى يجابهوا هالمؤامرة العسكرية اللي ممكن تقود إلى تدخل عسكري بفنزويلا. هان بيبقى شو دور حلفاء فنزويلا من روسيا للصين لإيران. يعني العالم علاقة الدول ببعضها مثل علاقة الأشخاص ببعضها، كل واحد عنده حق يدور على حلفائه. روسيا والصين دعموا فنزويلا اقتصاديا، فنزويلا مديونة لهم كذا ألف مليون دولار لكل بلد. انقطع الاتصال مع السيد يوسف زغبور الكاتب والناشط السياسي، كان معنا من مارغريتا. شكرا بكل الحالات لك على هذه المداخلة. أعلنت روسيا استعدادها للتوسط لحل الأزمة في فنزويلا بين الحكومة والمعارضة إذا طلب منها ذلك. يأتي هذا فيما جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفضه أي تدخل في الشأن الداخلي الفنزويلي. جاء ذلك خلال بحث الرئيس الروسي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في فنزويلا، إضافة إلى آفاق التسوية السياسية في سوريا. وزارة الخارجية الروسية كانت قد حذرت من أن تصرفات واشنطن حيال كاراكاس تؤجج الأزمة في فنزويلا. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف وفي مقابلة مع قناة CNN الأمريكية قال أن سياسة إدارة ترامب في فنزويلا تزيد من اشتعال الأزمة، وجدد تحذير روسيا من أن استخدام القوة العسكرية في هذا البلد قد يكون كارثيا. اعترضت متظاهرة اجتماعا لمنظمة الدول الأمريكية في واشنطن حاملة لافتة كتب عليها لا تدعم انقلابا في فنزويلا. المتظاهرة دعت بعد ختام وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كلمته في الاجتماع بعدم دعم الانقلاب في فنزويلا، مشددة على أن الانقلابات تخلق المزيد من العنف. هذا وقد أخرجت القوات الأمنية المتظاهرة من قاعة الاجتماع. أفادت مصادر للميادين بأن موسكو ستستضيف في 13 و14 من الشهر المقبل حوارا فلسطينيا فلسطينيا بمشاركة جميع الفصائل من دون استثناء وبينها فتح وحماس. ولفتت إلى أن القيادة الروسية قلقة بشأن وصول الوضع الداخلي الفلسطيني إلى هذا الحد من التعقيد والخطورة. سفير دولة فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل أكد أن دعوات وجهت إلى 10 فصائل شاركت عام 2017 في حوار موسكو. إلى ذلك أوضح مسؤول الدائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر أن الملف الرئيس في الحوار الفلسطيني المقرر أن تستضيفه موسكو الشهر المقبل هو إنهاء الانقسام الداخلي. وخلال اتصال مع الميادين قال أن روسيا تريد تمتين الوضع الفلسطيني وحلا على أساس القرارات الدولية. هناك احترام وعلاقات تاريخية مع روسيا الاتحادية التي وقفت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وبالتالي ثقل روسيا ووزنها. أعتقد أن هذه الدعوة هذه المرة ينبغي أن يتم بحث جدي وحقيقي وممنوع الفشل، وأن يتم أيضا تنسيق روسي مصري من أجل مصري نعم من أجل إنهاء هذا الانقسام. وفي غزة صعدت قوات الاحتلال اعتداءاتها ضد المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة بجمعة جريمة الحصار مؤامرة لن تمر. مراسل الميادين في غزة أفاد بسقوط الشهيد وعشرات الجرحى. وللمزيد ينضم إلينا من غزة مراسل الميادين أحمد غانم. إذا أحمد، شهيد وعشرات الجرحى، تفضل المزيد معك. نعم علا، إذا انتهت اليوم فعاليات الجمعة 44 والتي عنونتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة
بمؤامرة الحصار الجريمة لن تمر، بارتقاء شهيد 25 عاما من عائلة عابد وإصابة أكثر من 25 بالرصاص الحي، فضلا عن استهداف سيارة إسعاف للطواقم الصحية والطبية في وزارة الصحة بغزة، وحيث أصيب خلالها 6 مسعفين بحالة الاختناق الشديد. بين هؤلاء المصابين 25 تقريبا 14 طفلا جلهم أصيبوا في مناطق حساسة من الجسد. هذا اليوم بدأ لافتا استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوى المفرطة تجاه المتظاهرين، نظرا للأعداد الكبيرة التي شاركت في مخيمات العودة طبعا الخمس، واستخدمت أيضا إسرائيل المياه العادمة لتفريق المتظاهرين وإطفاء الإطارات المشتعلة المطاطية التي أيضا أضيفت اليوم للأدوات التي استخدمها الشبان على طول الحدود مع قطاع غزة. الهيئة الوطنية العليا نعت الشهيد عابد وطالبت العالم بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المتظاهرين الذين يطالبون بكسر الحصار، ودعت جماهير غزة للمشاركة الجمعة المقبلة في جمعة أسرانا ليست وحدهم. اللافت اليوم في بيان الهيئة الوطنية العليا أنها هددت الاحتلال الإسرائيلي في حال استمر تنصله من التفاهمات التي تمت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل بأن مستوطنات غلاف غزة ستذوق ذات الألم الذي يذوقه سكان القطاع تحت هذا الحصار، وأيضا تأكيدها الدائم على أن هذه المسيرات مستمرة دون توقف حتى تحقق كل الأهداف التي انطلقت من أجلها. كل الشكر لك زميل أحمد غانم مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. نفى سفير القطري محمد العمادي الاتهامات بأن تكون أموال المنحة القطرية والمساعدات الإنسانية من أجل أهداف سياسية. العمادي وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر إقامته رفض تأويل المنحة القطرية بأنها هدوء من أجل الدولار، معربا في الوقت نفسه عن أمله أن تكون مسيرات العودة هادئة كما باقي الأيام. تم تأويلها واستغلالها من بعض الأطراف على أنها الهدوء مقابل الدولار، وذلك من أجل كسر إرادة الشعب الفلسطيني والتشكيك في وطنيته ووطنية فصائل المقاومة. وهذا غير صحيح، أن من حق الشعب الفلسطيني المحاصر التظاهر والتعبير عن رأيه في توصيل معاناته للعالم. وأتمنى أن يكون اليوم في مسيرات العودة هادئا كباقي الأيام. مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب قال أنه لا يمكن ترك الأسرى فريسة الاحتلال، مشددا على أن إرادتهم انتصرت. وأضاف في تصريح للميادين بأن العنوان الأول لمسيرة العودة هو أن المقاومة لن تتوقف حتى استرداد الحقوق. الحقيقة إحنا في الجمعة 44 إحنا لدينا رسالتين أساسيتين. الرسالة الأولى أن هذا الحصار لن يفض في عضد الشعب الفلسطيني أبدا. المسألة الثانية المتعلقة بتطور مهم حدث الأيام الماضية، وهو العدوان الإسرائيلي البشع والجبان ضد الأسرى في سجون الاحتلال الظالم. ربما الإعلام لم يتعرف على مشاهد العنف والإرهاب الذي تعرض له الأسرى في سجون الاحتلال بحكم التكتيم والتعتيم الإسرائيلي على ما يجري داخل السجون، لكن إرادة الأسرى انتصرت، وحدة الأسرى انتصرت، حققوا إنجاز مهم وكبير وانتصار كبير بالأمس. خضعت مصلحة السجون لإرادة الأسرى وانتصر الأسرى في النهاية. واليوم من خلال هذه المسيرات أنه أمام كل هذه التحديات الكبيرة التي نواجهها في قطاع غزة وفي فلسطين عموما، لا يمكن أن نخذل الأسرى ولا يمكن أن نتركهم فريسة للاحتلال الإسرائيلي. وفي الضفة الغربية أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة مواطنين بالرصاص الحي خلال تصديهما لاعتداءات الاحتلال في قرية المغير شرق رام الله. جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص الحي والمعدن المغلف بالمطاط بكثافة نحو الأهالي، كما أصيب العديد بحالات اختناق جراء مهاجمة جنود الاحتلال المواطنين خلال أدائهم صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة شرق القرية. التعامل الإسرائيلي مع غزة ورفض حماس تسلم المال القطري رفع منسوب التوتر على الحدود مع غزة في
في ظل تقديرات إسرائيلية بأن التظاهرات الفلسطينية اليوم قد تؤدي إلى تطورات على الأرض. منال إسماعيل. إعطاء الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية الضوء الأخضر المشروط لنقل المال القطري للمرة الثالثة إلى غزة لم يكن كافياً لتخفيض حدة التوتر التي تسود على الحدود مع القطاع خلال الأيام الماضية. ساعات قليلة بعد قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية تسليم المال القطري أشعل الضوء الأخضر، لكن هذه المرة من جانب حماس التي رفضت تسلم الأموال. الأمر أصبح الآن معكوسا، إسرائيل توافق على إدخال ملايين الدولارات إلى حماس وغزة هي التي ترفض تسلمها. في حماس يطالبون بنقل المال على نحو ثابت كل شهر، ويعلنون أنهم ليسوا مستعدين للتعاون مع حكومة نتنياهو التي تريد الهدوء قبل الانتخابات، وكل هذا الأمر يزيد من حدة التوتر على الحدود مع غزة. عدم تسلم قيادة حماس المال نابع برأي معلقين إسرائيليين من رفض حماس لعملية الابتزاز التي تمارسها إسرائيل على غزة عبر محاولة فرض معادلة جديدة وهي المال مقابل الهدوء. نتنياهو يقوم هنا بنوع من لعبة التأرجح. في البداية يشرح لماذا المال ضروري في هذا الوقت لغزة، وبعد التصعيد يجمد المال ثم يعود ويحرره بعد الهدوء ثم يجمده ويحرره وهكذا. لكن هذه المرة حماس ببساطة ليست مستعدة لقبوله، والمشكلة الآن نابعة من الشروط التي تضعها إسرائيل ولا سيما في كيفية نقل المال إلى غزة. وفي ضوء ارتفاع مستوى التوتر على الحدود وفي إطار الرسائل التهويلية التي تبعث بها إسرائيل إلى حماس، أعلن الجيش الإسرائيلي نشر بطارية القبة الحديدية في محيط غزة. نشر بطارية القبة الحديدية في الجنوب وتجنيد الاحتياط وفق أمر الاستدعاء 8 لتشغيل هذه البطارية هما ربما محاولة لعرض العضلات وللقول إن كل من يحاول إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل فإن الرد الدفاعي موجود. تعامل نتنياهو مع غزة مثل مادة دسمة لمنتقديه ومعارضيه، حيث قال رئيس حزب العمل أفي جاباي إن نتنياهو يحاول رشوة حماس بالمال، لكن حتى هم غير مستعدين لتسلم حقائب الأموال. نتنياهو يهين الكرامة الوطنية وهذا عار، والكلام لجاباي. فاصل قصير نتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. إلى السودان، حيث تجددت اليوم التظاهرات ولا سيما في مدينة أم درمان، وقد أطلقت الشرطة السودانية مجددا الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين عقب خروجهم في مسيرة من أحد المساجد في المدينة. رصاص حي ما عاد خفيا أن الشرطة السودانية تطلقه لتفريق المحتجين في عدة مدن وفي العاصمة الخرطوم، ومعه أيضا الغاز المسيل للدموع. هنا جرى تفريق تظاهرة لمسيرة من مئات المشاركين الذين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم. مسؤول حكومي قال إن محتجا قتل أثناء تظاهرة في مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة، وأحصت الجهات الرسمية مقتل 29 متظاهرا منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو شهرين، فيما تقول جهات حقوقية إن العدد جاوز 40 قتيلا. الاحتجاجات تستمر أيضا في الجضارف، حيث تجمع مئة محتجين في منطقة بالسوق الرئيسية مطالبين بإسقاط النظام. ولاية الجزيرة أيضا شهدت احتجاجات، حيث أغلق المحتجون الطريق الرئيسي في حي النوبة جنوبي الخرطوم. واستخدمت قوة الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، واعتقلت مئة محتجين وشخصيات معارضة. وألقت السلطات اللوم في الاضطرابات على من سمته من مندسين وعملاء أجانب، وقالت إنها تتخذ خطوات لحل أزمة السودان الاقتصادية. طالب زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الرئيس عمر البشير بالرحيل، ودعا إلى إسقاط النظام وتأليف حكومة انتقالية قومية. في هذه الأثناء نفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم اتجاه الحزب لإحداث تعديل حكومي على خلفية الأحداث الجارية، واتهم المتحدث في تصريحات إعلامية جهات بالسعي لعدم استقرار السودان
مؤكدا قدرة الحكومة على تجاوز ما وصفها بحالة العداء واصطناع الأزمات. وقال أن تجمع المهنيين السودانيين المعارض لا قيادة أو مقر معروف له. إلى الشأن السوري، حيث توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إقامة المنطقة الأمنية على الحدود السورية في غضون أشهر، وإلا فأن أنقرة ستتكفل بذلك وحدها. وقال أردوغان في خطاب أن إقامة تحالف دولي للمنطقة الآمنة أمر غير وارد، مضيفا أنه يجب أن تكون لتركيا السيطرة على الأرض وأنها ليست مستعدة لاقتراحات أخرى كما قال. في سياق آخر، شدد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني على ضرورة أن يضمن أي اتفاق سياسي مع الحكومة السورية خصوصية قوات سوريا الديمقراطية، وأشار خلال مقابلة مع وكالة فرانس بريس إلى أحقيتها بالاستمرار في حماية المنطقة. نحن حاربنا تنظيم داعش الإرهابي والإرهابيين الآخرين بالنيابة عن كل البشرية، وحتى بالنيابة عن الجيش السوري كمان. ولهذا من حق القوات السورية الديمقراطية أن تبقى لديها خصوصية وتستمر في حماية منطقة شمال شرق سوريا باسم القوات الوطنية السورية، وهذا هو خطنا الأحمر، لا يمكن أن نتنازل عنها. وقال كوباني أن الوجود العسكري لداعش سينتهي خلال الشهر في حد أقصى مع اقتراب المعارك في شرق سوريا من نهايتها. وأضاف كوباني أنه خلال الشهر المقبل سيجري الإعلان رسميا عن انتهاء وجود داعش. عملية قواتنا ضد تنظيم داعش في جيبها الأخير وصلت إلى نهايتها، والدواعش الآن محاصرين في بلدة واحدة، ولكن يعني نحتاج إلى الشهر من أجل القضاء على الفلول داعش المتبقين في المنطقة. تعاني المدارس الحكومية في محافظة الحسكة من ضغط كبير في أعداد الطلاب بعد استمرار الإدارة الذاتية الكردية بفرض مناهجها على المدارس في مناطق سيطرتها وإغلاق المدارس التي تدرس المنهاج الحكومي. الإدارة الذاتية الكردية منعت تسيير وسائل النقل العامة والخاصة التي تقل الطلاب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة لتلقي تعليمهم، خطوة فسرت على أنها لإجبار الطلاب على دراسة مناهجها بسبب الإقبال الضعيف على المدارس التي تدرس المناهج الكردية. الجهة الحكومية السورية اتخذت عدة إجراءات لتمكين الطلاب من متابعة تحصيلهم العلمي وفق المناهج الحكومية من خلال إقرار منهاج التعلم الذاتي ومنهاج عامين بعام، وتحويل عدد من المقار الحكومية إلى مدارس، وإقرار الدوام النصفي لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب. في إصرار كبير من قبل الأهالي، من قبل التلاميذ، على متابعة مناهج الحكومية. مديرة التربية في المحافظة إلهام سرخان التي تعد أول سيدة تتولى منصب مديرة التربية تلخص أسباب هذا التراجع في قطاع التعليم بالقول إنه يعود إلى استيلاء الإدارة الذاتية على المدارس ومنع التعليم الحكومي وملاحقة المدرسين والتوعد بمحاسبتهم في حال تعليمهم المنهاج الحكومي. نحن كفريق عمل تربية قسمنا قسمين، قسم يحافظ على استمرار منهج وزارة التربية، وقسم التواصل مع المجتمع الأهلي والمحلي بإقناع الأهالي وأولياء الأمور بعدم جدية المناهج الأخرى وجدية مناهج وزارة التربية واستمراريتها ودوممتها. بدورهم طلاب الحسكة يتحدون قرار الإدارة الكردية من خلال الإقبال على المدارس الحكومية برغم المسافات الجغرافية البعيدة وأحوال الطقس التي لم تمنعهم من الوصول إلى مدارسهم. سكرت مدارسنا بسبب مسلحين الأكراد، ونحن بدنا نشكر مديرة التربية اللي أمنت لنا المدارس لحتى نتعلم بيها، نتعلم المنهاج الدولة السورية. اللجان المختصة في مديرية التربية رأت أن هدف الكردي من تغيير المناهج سياسي لا تعليمي، وصفة عملية فرض منهاج الإدارة الذاتية بالخطوة الخطيرة التي تعبث بمناهج التعليم وبمصير جيلا بأكمله.
أكد البنتاغون أن عديد القوات الأمريكية في سوريا سيتباين خلال فترة انسحابها من البلاد من دون جدول زمني لإتمام الانسحاب. ناطق إعلامي باسم البنتاغون أوضح أن عدم تحديد عدد للقوات يعود إلى دواع أمنية، لافتا إلى أن الانسحاب سيجري وفقا للجهود الميدانية وبناء على المحادثات مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها. وكانت واشنطن قد أوفدت قوات جديدة إلى سوريا لتأمين انسحاب القوات الموجودة فيها برا وجوا. كشفت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية استخبارات لواء المشاة عن الوصول إلى نفق بطول 3 كيلومترات في محافظة الأنبار. وبحسب المعلومات فأن النفق الذي دمرته المفارز الهندسية وردمته كان يربط منطقة الهياكل ومنطقة الشهداء في قضاء الفلوجة، وكان عناصر تنظيم داعش يستخدمونه للتنقل والتخفي وإيواء الإرهابيين. أعلن المتحدث باسم تحالف الإصلاح العراقي صباح السعدي تقديم مقترح قانون إلى رئاسة مجلس النواب لإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة. القانون يدعو إلى إنهاء الوجود الأمريكي والأجنبي في العراق ومنع وجود أي قواعد عسكرية فيه خلال سنة واحدة من تاريخ إقراره، كما يعطي القانون الحق للحكومة بأن تتقدم من مجلس النواب بطلب استقدام مدربين للقوات المسلحة إذا اقتضت الحاجة. شهدت محافظة صعدة اليمنية مسيرة حاشدة لمناسبة الذكرى السنوية للشهيد تحت شعار نحو جبهاتنا وفاء لشهدائنا، وحمل المشاركون لافتات ترفض السياسات الأمريكية في المنطقة إلى جانب صور الشهداء. المشاركون في الفعالية قالوا إن هذه المناسبة تأتي تذكيرا بتضحيات شهداء ووفاء لدمائهم، داعين إلى الحشد والمرابطة وملء الجبهات لمواجهة الأعداء. تحسن طفيف في سعر صرف الريال اليمني بعد هبوط مباغت خلال الأيام الماضية أمام العملات الأخرى. خبراء اقتصاديون حذروا من تبعات سياسات حكومة هادي والتحالف الكارثية على الاقتصاد اليمني والعملة المحلية. أحمد عبد الرحمن. الريال اليمني يتأرجح هبوطا وصعودا أمام العملات الأجنبية، هبوط مفاجئ إلى ما دون 600 ريال للدولار الواحد قبل أن يعاود التعافي المحدود. واقتصاديون يرجعون السبب إلى ما كشفته وثائق رئيس اللجنة الاقتصادية لهادي عن اختلاس إدارة البنك المركزي في عدن 9 مليارات ريال كفوارق مضاربة بأسعار العملة خلال شهر واحد. هذه المضاربة جاءت بعد فضيحة كبيرة جدا، فضيحة نكرة تمثلت بأنه فوارق أسعار هذه المضاربة تتم، وغرفة العمليات الخاصة بهذه المضاربة تتم من فرع البنك المركزي في عدن، وهي جريمة تعد أحد الجرائم الاقتصادية الكبرى بحق الاقتصاد الوطني. مضاربة بالعملات وطبعات جديدة آخرها تسلم بنك عدن 147 مليارا كطبعة جديدة مع نفاد الاحتياطي البنكي من العملات الصعبة وتوقف الصادرات، برغم تعهده مرارا تفعيل وظائف البنك وسياسته النقدية غير التضخمية بحسب مسؤولي صنعاء. هناك كانت خطة مدروسة من قبل دول العدوان عن طريق الأمريكيين، وهي القيام بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بهدف استعمال كافة أدوات السياسة النقدية لتخريب الاقتصاد وزيادة المضاربة. إجراءات تهدد الريال اليمني وتقوض محاولات تحييد الاقتصاد ومساعي توحيد إدارة البنك المركزي، بما يعمل على ديمومة دفع رواتب الموظفين والمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية، وكلها باتت كما يبدو في مهب الريح. مرة أخرى يعود التحالف السعودي إلى تحريك الورقة الاقتصادية في حربه المستمرة على الشعب اليمني، والضحية كما يرى ناشطون هو الاقتصاد والعملة وهذا الشعب الذي يعيش نحو ثلثه في مجاعة، فيما أكثر من النصف لا يأكل إلا وجبة واحدة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. انطلقت في إيران مناورات تحت عنوان اقتدار 97 الكبرى للقوات البرية التابعة للجيش، وهي تجرى في منطقة واسعة من محافظة أصفهان. قائد القوة البرية للجيش الإيراني كيوماث حيدري وصف المناورات بأنها الأكبر هذا العام،
وأكد مشاركة 12 ألف جندي في تنفيذ التكتيكات الهجومية الحديثة، إضافة إلى مشاركة مختلف الوحدات والطائرات المسيرة والمقاتلات الحربية. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إيران استعداد فرنسا لفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران إذا لم تؤدي المباحثات حول برنامجها الصاروخي البالستي إلى أي تقدم. وفي تصريح صحفي وصف لودريان العقوبات التي تنوي باريس فرضها بالصارمة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن دبلوماسيين أوروبيين أن دولا أوروبية تبحث فرض عقوبات جديدة على إيران قد تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ البالستية الإيراني. نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصادر في البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب يحاول تجاوز الكونغرس وإعلان حال الطوارئ في البلاد ليضمن تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. لم يذهب هذان الطفلان إلى الحضانة منذ أسابيع، والدتهما اضطرت لوقف عملها والتفرغ لرعايتهما مع استمرار الإغلاق الحكومي الذي يشل إدارات عديدة في الولايات المتحدة. والدهما محلل أمني في وكالة الاستخبارات الأمريكية، لكنه لم يقبض راتبه الشهر الماضي، وقد ترزح العائلة تحت وطأة الديون إذا لم يقبض مستحقاته هذا الشهر أيضا. من الصعب تحمل كلفة الحضانة أو أي نوع من المساعدة. نحاول تدبر أمورنا، ولكن يبدو أن الأمر لا يعني شيئا لترامب. هذا الرجل قال وقرر الإغلاق الحكومي، هو مسؤول عنه، ونعم أنا ألومه بالطبع. هذه الأم ليست الوحيدة التي تلوم الرئيس دونالد ترامب بسبب الإغلاق الحكومي الذي جاوز 35 يوما. توافقها أيضا رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. هذا الإغلاق ليس خللاً، إنها كارثة افتعلها الرئيس وحده. يمكن للرئيس وحده أن ينهي هذه المشكلة. الإغلاق مستمر على خلفية رفض الكونغرس إقرار الميزانية الفيدرالية التي تخصص تمويلاً ضخماً لبناء جدار فاصل مع المكسيك في جنوب البلاد. ولكن سيد البيت الأبيض وبدل التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس يتجه إلى تصعيد الخلاف مع بيت التشريع الأمريكي، إذ نقلت أخبار من البيت الأبيض تفيد بأنه طلب من فريقه إعداد مسودة لإعلان حال الطوارئ في البلاد، لكن مستشاريه لا يزالون منقسمين حول هذا الأمر. أوقفت السلطات الأمريكية روجر ستون المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، وذلك بموجب اتهام أو أصدره بحقه المدعي الخاص روبرت مولر. وسائل أعلام أمريكية نقلت أنه تم توجيه 7 اتهامات لستون تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود، بحسب مكتب مولر الذي يقود التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. أعلن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن فريقا من الخبراء الدوليين سيقود تحقيقا في قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وكانت محققة في الأمم المتحدة قد أكدت أنها ستذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل لترأس تحقيق دولي مستقل في القضية، وقالت أنها ستقيم خطوات الحكومة ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة قبل نقل نتائج التحقيق إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر حزيران يونيو المقبل. ذكرت وسائل أعلام بريطانية أن مشرعين بريطانيين هددوا بنشر تقرير خاص بهم يتضمن تفاصيل عن سوء معاملة معتقلين في السعودية، ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات معتقلات. منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبتا السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين تعرضوا للتعذيب. وقالت منظمة العفو أنها وثقت 10 حالات تعذيب بحق النشطاء. بدورها أكدت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء الذين لا يزالون محتجزين في إطار ما عرف بالحملة على الفساد. قبل ساعات على إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حوار العام على الميادين مع الأستاذ غسان بن جدو، يتواصل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاج نصر الله يكسر حاجز الصمت. تفاصيل أكثر مع الزميلة بسنت الرافع.
أهلا بكم. حوار العام، الحدث، الإطلالة المنتظرة، ومن لا يترقب ما سيعلنه من مواقف استراتيجية يتهيبها العدو ويحسب لها ألف حساب وحساب، وينتظرها الناصر بكل شوق وتأييد ومباركة. إنه السيد حسن نصر الله سيكسر حاجز الصمت الطويل ويطل صوتا وصورة ليطمئن الخائفين ويخيف المطمئنين. توجيه سؤال للأمين العام لحزب الله كان رغبة وأمنية المؤيد والمعارض، الصديق والعدو، القريب والبعيد، رغبة حققتها قناة الميادين بفتح باب المشاركة والسؤال لمن يرغب من خلال هاشتاغ نصر الله يكسر الصمت. منذ إطلاق الهاشتاغ انهمرت التغريدات والأسئلة والصور والفيديوهات التي خصصت للسيد وتوزعت مضامينها وتنوعت بين تأييد ودعاء وحب منقطع النظير وترقب لكل ما تحمله الأفئدة من عاطفة جياشة وثقة بشخص السيد. هاشتاغ نصر الله يكسر الصمت وصل قبل ساعات من موعد الحوار لنحو 8 مليون حساب، وقد ورد نحو 8334 مرة تغريدة وإعادة التغريدة، فضلا عن الأسئلة التي لا يمكننا أن نحصيها. أما المشاركات فقد أتت على نطاق واسع بطبيعة الحال من مسقط رأس السيد لبنان، ومن العراق والأردن وسوريا واليمن والبحرين، وطبعا من فلسطين المحتلة. أما المفارقة فهي بروز عدد كبير من المشاركات من الولايات المتحدة الأمريكية. من سوريا سأل دياب علي: لماذا دائما علينا أن نتلقى ضربات إسرائيل ولا نكون نحن المبادرين إلى ضربها وإزالتها؟ إذا أرادوا الحرب فلتكن حربا شاملة ولتفتح الحدود ولتذهب إسرائيل إلى الجحيم. كارلو عون غرد: نعم يا مولانا، إن السياسيين بلبنان لا يدرون بوجع المواطن ولا بحاجاته، ونحن بانتظار وعدك الصادق. إنهم منافقون فاشلون، نعرف أننا نحملك عبئا على أعبائك، ولكن لا منقذ لنا غيرك. أعانك الله على ما أنت فيه مع كل الاحترام والحب، وحفظك الله من كل سوء. وتساءل بسام بعد بوادر الفشل الأمريكي في المنطقة: هل يتصور سماحته أن محور المقاومة قادر على منافسة بقية القوى الطامعة في المنطقة؟ وأيضا كثيرون فضلوا عدم السؤال، بل غردوا ليقولوا بأنهم يغبطون قناتنا، ولا سيما الأستاذ الزميل غسان بن جدو لمجالسته سماحة السيد فيما اكتفى كثر بالدعاء والصلاة والأمان للسيد بالقول: كن بخير لأجلنا. تستعد الولايات المتحدة لإعادة أول مجموعة من المهاجرين إلى بلدة تيخوانا المكسيكية، يأتي ذلك تنفيذا لقرار أعلنته إدارة ترامب الشهر الماضي بأنها ستعيد المهاجرين الذين يجتازون الحدود الجنوبية بانتظار النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم. هذا الوضع يضع المكسيك أمام تحدي توفير أماكن إقامة لآلاف المهاجرين لأشهر أو ربما سنوات، فهناك اليوم نحو 800,000 قضية معلقة في محاكم الهجرة. خلال افتتاحه يوم الشباب العالمي، حث البابا فرانسيس الأجيال الجديدة على بناء جسور تفاهم بدلا من الجدران، وقال إن بناة الجدران التي تزرع الخوف يسعون إلى تقسيم الناس، وتوجه إلى الحشود سائلا: ماذا تريدون أن تصبحوا؟ فأجابوه: بناة جسور. وقد تجمع مئات الآلاف من الشباب للمشاركة في إطلاق يوم الشباب العالمي من بنما. وكان البابا قد لقي استقبالا صاخبا بالموسيقى والرقص، وحمل المشاركون أعلام بلادهم، فيما قدم راقصون استعراضا بالملابس التقليدية لبنما. المنظمون قالوا أن نحو 250,000 شاب وشابة شاركوا في الفعاليات. تحلم سلوى سالم قبطي التي تخطت العقد السابع من العمر بزيارة قبر والدها داخل قرية مهجرة قرب الناصرة، فيما تمنعها سلطات الاحتلال من ذلك. هناء محمد. هي والنكبة توأمان، هجرت جنينا يتيما في الرحم، وولدت لاجئة في مدينة الناصرة المجاورة لقريتها معلول.
حيث دفن والدها الشهيد فارس سالم. شوف هالأمنية الصعبة اللي أنا بطلبها من إسرائيل، زيارة قبر أبوي اللي أنا ما شفتوش، اللي قصفوا عمره واستشهد قبل ما أخلق. هالإشي الإنساني قديش صعب عليهم. تكافح السيدة سلوى منذ صباها لزيارة القبر، لكنها تمنع وسائر أهالي القرية المهجرين من دخول المقبرة المسيحية بذريعة الأمن، فهنا أقيمت قاعدة عسكرية إسرائيلية. أخيراً تقدمت بالتماس للمحكمة العليا، ولا سيما أن الشاهد الوحيد الحي من ذلك الزمن أصبح على عتبات قرن من العمر. أنا الوحيد اللي متذكر وين انقبر حياة فارس جوز أختي، لأنه قبروه على قبر، دفنوه على قبر أبوه، وقبر أبوه جنب القبر المبني اللي كان لسالم اليوسف، مبني حوالي متر طالع عن الأرض، وهن دفنوه جنب القبر على يمين القبر. جلسة المحكمة ستعقد في الصيف المقبل، وحتى ذلك الحين ستبقى السيدة سلوى مدفوعة بالأمل وبحلم ترويه عن والدتها التي زارها زوجها في المنام سائلا عن كل أبنائهما ما عداها. هاي الكنيسة اللي خلق فيها أبوي، اللي تعمد فيها أبوي، اللي تجوز فيها أبوي، اللي تجنس فيها أبوي، وطلب الوحيد إن أعبط ترابك، أبوسك، أعيط عليك، هقول لك إن أنا موجودة. كل أثر فلسطيني كان عرضة للطمس، فهذه حجارة بيوت معلول التي هدمت مباشرة بعد تهجيرها قبل 70 عاماً. أما ما لم تقوى عليه سلطات الاحتلال فكان روح التجذر لدى الإنسان الفلسطيني نفسه. هناء محميد من قرية معلول المهجرة، الميادين. 34 فيلماً أوروبياً تعرض في مهرجان السينما الأوروبية في بيروت بمشاركة أفلام لبنانية في دورة 25 للمهرجان. 34 فيلماً روائياً من الإنتاجات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا ستكون في متناول الجمهور اللبناني والمهتمين بالسينما في العاصمة بيروت كما في مدن لبنانية أخرى. الأفلام الأوروبية تتنوع في موضوعاتها وأساليبها، وهي تعالج الأزمات الفردية والجماعية للإنسان الأوروبي في مختلف أشكال حياته وعلاقته بالأنظمة والفلسفات وأساليب العيش الحديثة. المهرجان الأوروبي في يوبيله الفضي في بيروت يؤكد مرة جديدة على صمود ثقافة السينما وثباتها والتمسك بجعلها محورا في حياة من يعاني في الحياة، ولا سيما في بلد مثل لبنان الرازح تحت كم هائل من الضغوط والمخاوف. إدارة المهرجان ترى في الحدث السينمائي منصة لتعزيز حرية التعبير والنقاشات الحيوية، وتوضح أن موضوعات الأفلام التي عرضت في المهرجان تطورت على مدار 25 عاماً لمعالجة قضايا تهم المجتمعات اللبنانية والأوروبية. المهرجان أراد من حضوره في بيروت إعادة التأكيد على العلاقة الأوروبية اللبنانية في السينما بعرض 3 أفلام من إنتاج مشترك مع كل من فرنسا وألمانيا والسويد بعد الحرب الأهلية، وهي أشباح بيروت لغسان سلهب والشيخة لليلى عساف، وكان يا ما كان بيروت للراحلة قبل أيام جوستين صعب. تذكير بعناوين هذه النشرة. احتجاجا على التدخل الأمريكي في بلاده، الرئيس الفنزويلي يعلن إغلاق السفارة الفنزويلية في واشنطن، والولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى مغادرة كاراكاس. روسيا تستضيف حوارا فلسطينيا شاملا بحضور جميع الفصائل الشهر المقبل. إصابات في صفوف الفلسطينيين باعتداءات الاحتلال على مسيرة العودة في جمعة جريمة الحصار، مؤامرة لن تمر. مواجهات بين الشرطة السودانية ومتظاهرين ضد الحكومة، والصادق المهدي يطالب البشير بالتنحي. ومع إطلاقه يوم الشباب العالمي، البابا فرانسيس يدعو إلى بناء الجسور بدلاً من الجدران.
الميادين.نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية espanol.الميادين.نت. دائما شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.